يا مساء الخير واهلا بيكم في عالم العالمين. كل يوم مهرجان العالمين في الحقيقه بيبهرنا باحداثه المتنوعه واللي بتناسب كل الاذواق، لان مهرجان العالمين مش بس حدث ترفيهي، لكن هو كمان بيجمع ما بين الترفيه والفن والرياضه والثقافه، كل ده على بقعة واحدة وهي الأجمل والأروع في البحر المتوسط، مدينة العالمين الجديدة. اللي متابع معانا أحداث مهرجان العالمين من أول يوم هيلاقي مشاركة قوية جدا لوزارة الثقافة، واللي أظهرت من الأسبوع الأول يعني قوة في مهرجان العالمين من الفعاليات اللي بتقدمها. امبارح انطلقت فعاليات الأسبوع الثاني من مشاركة وزارة الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، بمشاركة متنوعة لعدد من فرق الفنون الشعبية لمحافظات مصر الثرية بألوان الفولكلور، وكمان عروض الموسيقى العربية، وده ضمن فعاليات المقدمة طبعا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. كمان الممشى السياحي النهارده شهد عروض فنيه لفرقه اسيوط وفرقه الانفوشي للفنون الشعبيه، والممشى كمان بيستقبل بكره الساعه 9 عروض لفرقه الشرقيه وفرقه الحريه للفنون الشعبيه. الفعاليات هتختتم في الأسبوع ده يوم الأربعاء 24 يوليو بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، واللي هتقام أو الفعالية دي هتقام بالمسرح الروماني في الساعة 8 مساء. كمان الممشى هيستقبل الساعة 9 من نفس اليوم عروض لفرقة الشرقية وفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية. كمان السيرك القومي بيقدم عروض حلوة قوي ومتنوعة في الممشى السياحي من يوم الحد لليوم أو ليوم الأربعاء الساعة 9 بالظبط. وكمان وزارة الثقافة هتختتم فعاليات الأسبوع الثاني بحفل هو يعني في الحقيقة ضخم جدا على المسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العالمين. هو في الحقيقة هنشهد مرة تانية عودة فرقة المصريين بقيادة المايسترو الكبير هاني شنودة، وهو الحفل اللي هيشهد عدد من المفاجآت، وده هيبقى يوم السبت 27 يوليو. كمان الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين نشرت النهاردة البوسترات التشويقية ومواعيد عرض المسرحيات المقرر عرضها خلال الموسم الحالي من المهرجان، وهي أول حاجة طبعا مسرحية الشهرة، ومن المقرر عرض مسرحية الشهرة بداية من يوم الخميس 1 أغسطس ولغاية يوم 3 أغسطس، والمسرحية بتنتمي للنوعية الغنائية الرومانسية والكوميدية بمشاركة مجموعة من النجوم الشباب، وهتتناول القصة يعني هم مجموعة من الشباب الموهوبين ورحلة صعودهم لعالم النجومية، واللي بيحصل بقى خلال الرحلة دي من صراعات ومواجهة وتحديات حتى يتم تحقيق الأحلام في نهاية المطاف. كمان مسرحية السندباد، واللي هي من المقرر عرض مسرحية السندباد بداية من يوم الجمعة 8 أغسطس ولغاية يوم 10 أغسطس. مسرحية السندباد بطولة النجم كريم عبد العزيز، النجمة نيلي كريم، دينا محسن اللي هي ويزو طبعا، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وإنتاج آلاء الغزالي وإخراج أحمد الجندي. مسرحية التلفزيون ومن المقرر عرضها بداية من يوم الخميس 15 أغسطس لغاية 17 أغسطس، وهي بطولة النجم طبعا حسن الرداد والنجمة الكوميدية أمي سمير غانم، النجم سليمان عيد، أس محمود حافظ، وكتير من النجوم. الحقيقة فعاليات كتيرة جدا ومتنوعة هتكون في مهرجان العالمين، هنحاول نستعرضها لحضراتكم من خلال برنامجنا، فخليكم متابعينا لحظة بلحظة، لأن كل الفعاليات دي هتبقى معانا هنا في عالم العالمين، فاوعوا تروحوا في أي حتة.
خلونا دلوقتي نروح لزميلتنا فاطمة خليل ونعرف منها الأجواء في العالمين عاملة إزاي. هي دلوقتي موجودة من على الممشى وهتحكي لنا بقى الأجواء في العالمين الجديدة النهاردة عاملة إزاي. يا مساء الخير عليك يا فاطمة. مساء الخير يا بسنت، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي القناه الاولى وبرنامج العالمين. انا دلوقتي في المنطقه الترفيهيه من داخل مهرجان العالمين، حيث الاجواء المبهجه، وزي ما انت شايفه في الاجواء في الخلفيه عروض السيرك القومي المبهجه والمفرحه، وفي عدد زوار كبير جدا علشان يستمتعوا بهذه الاجواء وهذه العروض المميزه من السيرك القومي. النهارده كمان كان في مشاركه طلابيه من عدد كبير جدا من طلاب الجامعات من الجامعات المختلفة ومن المحافظات المختلفة هنا في مهرجان العالمين ودوري مهرجان العالمين في دورته الثانية لكرة القدم والفولي بول وغيرها من العروض الفنية المميزة. علشان نتكلم أكتر عن المشاركة الطلابية اللي كانت موجودة النهاردة داخل مهرجان العالمين، هينضم لينا دكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا أستاذة فاطمة، أنا سعيد والله إن القناة الأولى متواجدة على طول في كل الفعاليات كما عهدناها دايما. إحنا اللي سعداء بوجود حضرتك وبوجود كمان الطلاب الجامعيين اللي كانوا موجودين معانا هنا النهاردة في مهرجان العالمين. عايزين نتكلم عن المشاركة دي والتنسيق ليها جاي إزاي؟ والله فعلا التنسيق بصراحه كان تنسيق مهم جدا ما بين وزاره التعليم العالي والشركه المتحده، اللي بصراحه زي ما حضرتك شايفه ورانا كده والفعاليه موجوده من الاسبوع اللي فات عندنا، ومشاركه طلاب الجمهوريه من كل الجامعات ابتدت النهارده بمشاركه ست جامعات. عندنا ست جامعات اسبوعيا، وبالتالي يبقى احنا خدنا كل الجامعات الحكوميه في نفس التوقيت. عندنا كل جامعه من الجامعات الاهليه والخاصه والتكنولوجيه والدوليه موجوده معانا في زيارات يوميه. عندنا انشطه كتير بتتلعب على ارض نسبه الزيارات اليوميه هتكونوا على مدار المهرجان متواجدين؟ بالظبط يا فندم، لغايه يوم 31/8. ويمكن المهرجان السنه دي بيختلف عن مهرجان السنه اللي فاتت. مهرجان السنه دي يمكن اساسه زي ما فخامه الرئيس كان بيواجه دايما ان احنا الاساس بتاعنا والهدف بناء الانسان. طلبة الجامعات اللي جايين يشاركوا النهارده بيبعتوا رساله لكل العالم ان احنا عندنا قوه ناعمه نقدر ناثر بيها بقوه، وعندنا فنون جميله نقدر ان احنا نوريها للناس كلهم في العالم. وعشان كده يمكن سموا مهرجان العالم في العالمين العالم عالمين. دكتور كريم، عايزين نتكلم على نوع الانشطه اللي انتوا شاركتوا بيها في المهرجان النهارده، كان عامله ازاي وكم عدد الطلاب كمان المشاركين؟ نعم، النهارده كان عندنا كره قدم خماسي، كان عندنا ست فرق النهارده بتلعب، صعدوا منهم النهارده مجموعه وبكره المفروض النهائي بتاعهم. عندنا ايضا الفولي بول النهارده كانوا بيلعبوا. الجمال النهارده الفنون التشكيليه والتصوير الزيتي اللي هو الرسم قاعدين النهارده في ابداعات خلابه، بيرسموا من الطبيعه اللي حواليهم وخصوصا بيدخلوا فيها كمان حته بتاعه العالم في العالمين. عندنا ايضا الاشغال اليدويه والجمال بتاع اولادنا بابداعاتهم المختلفه. هم اللي بيشتغلوا كل الحاجات دي بايديهم؟ بايديهم بالفعل يا فندم، ويمكن احنا عندنا فيه كمان معرض في اخر الايام خالص هيعرض فيه كل الاعمال دي. النهارده بيتوج كمان الكلام ده بكورال من اجمل الكورالات على مستوى الجامعات، وهو كورال الفائز في ابداع السنه دي، كورال جامعه بنها. والولاد النهارده بصراحه مش مبسوطين بس باللي هم بيعملوه وبكل التعاون والمشاركه منهم، ولكن مبسوطين بمصر، شايفين مصر الجميله. دكتور كريم، هل الانشطه الطلابيه دي بيكون ليها شروط معينه للالتحاق بيها، ولا بيتم اختيار الطلاب المشاركين فيها ازاي؟ عندنا في طريقتين بالنسبه للطلبه اللي لسه داخلين سنه اولى جديد، بنحاول نكتشف فيهم المواهب وننمي فيهم القياده، اما الطلاب الموجودين بالفعل وعندهم القدره على كده احنا بناخدهم وبنزود وبنسخل مهاراتهم القياديه بحيث انه يبقى انسان صالح قدام قادر على تحمل المسؤوليه. يعني عايزه سر كده من الاسرار، بتتوقع مين من الجامعات اللي ممكن يكسب في هذه المشاركه؟ يعني سر كده. انا عايز اقول لحضرتك ان المنافسه جميله قوي، الولاد بيتنافسوا تعاوني جدا، ده بيساعدوا بعض كمان، يعني الفرق المتنافسه بيساعدوا بعض. يمكن ده هو الهدف، ان احنا نجمع الولاد كلهم في مكان واحد على ارض مصر، يبقى عندنا هذه الشراكه الجميله. هم كلهم بصراحه متميزين قوي، يعني اتمنى يعني الفوز. روح تنافسيه كده، روح جميله ما بينهم، ولا كل واحد عايز يكسب؟ ده الجميل، ده بيساعدوا بعض، يعني فريق مثلا ناقص له بعض الادوات التاني بيديله، وهم قاعدين بيرسموا. انا قاعد اتفرج عليهم حاجه في منتهى الجمال. يمكن معالي الوزير كان حابب قوي ان كل اولاده من الجامعات يستمتعوا بالاجواء اللي احنا فيها دي، يحسوا قد ايه فعلا مصر من اجمل بلاد العالم. ايه راي حضرتك في مهرجان العالمين وشاركته مع الوزارات المختلفه علشان يطلع بهذا الشكل اللائق؟
عجبني جدا فعلا التقارب اللي حصل ما بين وزارات مصر كلها. كان على ارض المدينه هنا الناس اللي موجوده هتشوف كل يوم وزير من الوزراء بيتمشى على الممشى، هتشوف كل يوم في عندهم فعاليه مختلفه، وزاره من الوزارات موجوده، الثقافه شغاله ورايا اهي، وزاره التعليم ورانا الناحيه الثانيه، وزاره الشباب والرياضه قاعده هناك، وزاره الصحه كمان كانت موجوده امبارح واطلاق مبادره شارع الخدمات الصحيه. وزارته كمان موفره كمان الخدمات الصحيه لكل الناس اللي موجودين هنا حوالينا. انا بصراحه سعيد جدا بمشاركه وتقريب وجهات النظر بين الوزارات كلها في سبيل ان احنا نأدي حاجه كويسه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطه الطلابيه ومدير معهد اعداد القاده بحلوان، شكرا جزيلا ليك. ولسه مكملين فعاليات المهرجان الممتعه يا بسنت، وانا معاكم لحظه بلحظه. نشكرك يا فاطمة، والشكر موصول أكيد لضيفك الكريم. وزي يمكن ما أنت كنت لسه بتقولي يا فاطمة، أنه الحلو أن احنا شايفين تضافر جهود الدولة وتضافر الوزارات عشان النهاردة المهرجان يتقدم لنا بالشكل العالمي ده. في الحقيقة وزارة التعليم العالي أطلقت أول رحلة طلابية لعدد من طلاب الجامعات المصرية لزيارة مدينة العالمين الجديدة للمشاركة في مهرجان العالمين، وده بهدف القيام بعدد من الأنشطة التنموية والتوعوية والترفيهية. تأتي المشاركة في إطار تعاون بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منظمة طبعا للمهرجان، وده برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. النشاط اللي احنا عاملينه النهارده، عاملين نشاط احد الانشطه يعني مشاركين بيها بمجموعه من طلاب الجامعات المصريه في مسابقه خاصه بالفنون التشكيليه منقسمه الى عده تخصصات في مجال التصوير البينتينج، ومجال التصميم، ومجال الاشغال الفنيه واليدويه. احنا طلبنا من اولادنا ان هم يتسابقوا في طبعا انتاج اعمال فنيه مرتبطه بالسلوجان العالم عالمين مصر وفلسطين لدعم القضية الفلسطينية. احنا جايين النهاردة في فنون تشكيلية ان شاء الله، انا متخصصة في تصميم ابتكاري، وان شاء الله النهاردة يعني من الشغل بتاعنا هيبقى بيتكلم طبعا عن العالم عالمين، نتكلم عن فلسطين طبعا الشقيقة، وطبعا قد ايه مصر في تعاون ما بينها وما بين فلسطين، وان شاء الله يعني نقدم حاجة لذيذة كده لطيفة، وطبعا فوق الخيال. ويعني شكر كبير جدا اصلا للمسؤولين ان هم يوفروا للشباب زينا اقامه زي دي او فرص ان احنا نقدم فيها مواهبنا دي، يعني شكر كبير جدا، لان التصميم والترتيب فوق الخيال بصراحه. جو يعني ما بيتكلم عن نفسه عامه، جو حلو ومدينه جديده بشكل جديد بديزاين اوروبي، يعتبر يعني حاجه تفتح النفس ان انت تشتغل وتنمي قدراتك اكتر واكتر. ممكن مثلا انا عامه هشتغل اشغال فنيه، هقوم بابراج العالمين اللي مشهوره اللي هي 6 ابراج، وهكسوها بشغل اشغال فنيه تطريز وجلد صناعي. يعني دي حاجه بتزيد معنويتنا في الشغل عامه، بتنمي مهاراتنا اكتر، بنشوف بنتعرف على ناس مثلا بشغل جديد، جامعات تانية برضو بنتعرف على الشغل عامة، بتكتسب مهارات جديدة أو خبرات أكتر كل ما بتشارك في مؤتمر أو مهرجانات شبه كده. وبرضو اسم مهرجان يعني عامة ده يفرحنا كلنا إن هو العالم عالمين، ومشاركة مصر إنها بتستسند القضية الفلسطينية، فدي حاجة كويسة جدا يعني، وتفرحنا كشعب مصري يعني. أكيد جاي النهاردة مشارك بالأنشطة الفنية الهاند ميد والتصوير، هنعمل أنشطة لطيفة بتعبر عن مدينة العالمين وبتعبر عن الشعار بتاعنا اللي هو العالم عالمين. هو أنا بصراحة كشاب ما كنتش عارف قوي قيمة المهرجانات لغاية لما جيت وشفت السياح هنا، انبهرت بكمية الناس اللي بتيجي، وشفت أصحابي من بره مصر وهما بيتكلموا عن إزاي مصر جميلة وعايزين يحضروا الحاجات دي، قلت طب أنا إزاي ما أحضرش حاجة زي كده.
صوتك علي صوتك للغناء لسه الاغاني ممكن ممكن اقسمت بالحريه وعداله القضيه أهلا بكم مرة تانية. في الحقيقة الأجواء في العالمين طول الوقت متميزة وطول الوقت في فعاليات مختلفة، وخليني أقول أنه مفيش لحظة بتعدي على بورتادي العالمين الجديدة غير وهم في الحقيقة بيشوفوا كل حاجة جديدة، في تضافر ما بين كل الوزارات عشان يقدموا في الآخر يعني خليني أقول مهرجان على مستوى عالمي. خلونا دلوقتي نعرف إيه اللي بيحصل بقى في العالمين من زميلنا محمود جميل اللي هيعرفنا أبرز وآخر الفعاليات في العالمين الجديدة. مساء الخير عليك يا محمود، واحكي لنا كده أنت فين وبتعمل إيه والأجواء عندك عاملة إزاي؟ مساء الخير عليك يا بسنتو على كل السادة المشاهدين. يعني احنا موجودين في الممشى السياحي، والحقيقة دايما بنكون حريصين ان احنا ننقل الصورة من الممشى السياحي وهو احد اهم المناطق الترفيهية اللي بيقبل عليها كل الزائرين ورواد مدينة العالمين الجديدة علشان يستمتعوا بكل الاجواء الجميلة اللي موجودة في الممشى السياحي، سواء بنستمتع طبعا بالاجواء حالة الطقس طبعا الجميلة، بنستمتع بمنظر الابراج، بنستمتع البحر طبعا، فكل الناس موجودة الحقيقة، واللي لسه جاي دلوقتي واللي لسه بقاله أيام موجود في مدينة العالمين الجديدة كل يوم بنشهد إقبال يعني يمكن أكتر من اليوم اللي قبله الحقيقة، خاصة مع قرب طبعا الويك إند والبداية بقى الحفلات والفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين. لكن الحقيقة الفعاليات بدأت معانا من بداية الأسبوع ده، ويمكن كنا امبارح بنتابع التطور المهم في إطلاق شارع الخدمات الصحية، والنهاردة كمان كنا بنتابع الفعاليات الخاصة بالأنشطة الطلابية. زي ما كنا بنتكلم ان مهرجان العالمين الجديدة هو مهرجان متنوع لكل الفئات وكل الأعمار، وبيجذب كل الناس ان هي تستمتع بكل الفعاليات اللي موجودة، وعلشان دايما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حريصة على مشاركة كل الفئات المختلفة، النهاردة كان في تعاون جديد ومهم بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالي في وجود الطلاب من مختلف الجامعات ان هم ييجوا مدينة العالمين ويستمتعوا بالأنشطة المختلفة. النهاردة في 6 جامعات وصلوا لمدينة العالمين الجديدة، بنتكلم عن مشاركة 150 طالب وطالبة، كانوا موجودين اللي في ملعب كرة القدم بيمارس رياضة كرة القدم، اللي في الملعب الفولي بول، اللي طبعا بعض الطلاب الخاصين بالفنون التشكيلية والرسومات اللي كانوا بيرسموها ومستوحاة من المشروعات التنموية العملاقة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. كورال جامعة بنها كان موجود معانا النهارده في الفعاليات، والحقيقه الطلبه كانوا مبسوطين جدا في فكره ان هم يتواجدوا في مهرجان كبير ترفيهي ثقافي زي مهرجان العالمين الجديده علشان يستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجوده، وكمان يشوفوا انجاز الدوله في المشروعات التنمويه اللي تمت هنا، سواء بنتكلم على الابراج، على الاحياء السكنيه، على التصميم المختلف والطراز المعماري الفريد من نوعه لكل المباني العملاقه الموجوده في مدينة العالمين الجديدة. كل أسبوع هيكون معانا جامعات مختلفة ومشاركة طلابية مختلفة علشان يستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجودة لمهرجان العالمين الجديدة. خلينا أقول لكم كمان إن إحنا الأسبوع ده وهو الأسبوع الثالث لمهرجان العالمين الجديدة هيكون عندنا عدد من الفعاليات المهمة والكبيرة في مجالات مختلفة. الفعاليات الرياضية هيبقى عندنا يوم الخميس مباراة أساطير كرة القدم بين النادي الأهلي والزمالك في منطقة الألعاب الرياضية على ملعب كرة القدم، هيكون معانا بطولة كرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة كمان إن احنا هيكون عندنا حفل فني لفرقة الأنفوشي هتكون يوم الأربع اللي جاي في المسرح الروماني في المدينة التراثية، هيقدم
بيقدموا طبعا يعني باقة من الفنون الشعبية المختلفة والمزيج الجميل ما بين الحفلات اللي بتكون موجودة او الفرق اللي بتكون موجودة. امبارح شفنا فرقة اسيوط، وايضا النهاردة في بعض فرق الفنون الشعبية والتنورة اللي موجودة في المنطقة الترفيهية، بتقدم كل الخدمات الترفيهية والثقافية لكل الزائرين. كمان عندنا استعدادات بقى لمهرجان اللمة اللي هيحتوي الاطفال والاسر والعائلات، وبعض الانشطة كمان اللي بتكون موجودة في المنطقة الترفيهية وفي مدينة الالعاب الرياضية. كل يوم الحقيقة بنشوف فيه تطور عن اليوم اللي قبله، سواء في الفعاليات سواء في كمان التجهيزات المختلفة. ويمكن النهاردة كنا بنشوف بعض التجهيزات اللي بتتم لاستقبال المسرحيات اللي هتكون موجودة معانا في شهر اغسطس، واللي بتكون بالتعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه وموسم الرياض. وعايز اقول لك كمان ان خلاص بقى في استعداد بقى لحفلة الفنان الكبير تامر حسني في اليو ارينا. ويمكن النهاردة يعني منذ قليل وقبل الهوا كنا بنتكلم مع الناس عن الحفلات اللي انتم مستنيينها في مهرجان العالمين، كله اجمع طبعا ان هو مستني تامر حسني بالفعل. فكل اللي بيعرف ان خلاص الحفله يوم الجمعه الجايه هيكون طبعا مستعد ان هو يحضر الحفله وحفلات فعلاً تانيه جديده جايه يعني. وفعاليات خليني اقول لك انه من حفلات طبعا اللي الناس كلها مستنياها حفله النجم تامر حسني للسنه اللي فاتت، عمل انترنس مختلف تماما. فاحنا السنه دي بقى يعني متوقعين حاجه كده من الخيال اكيد هيعملها في حفلته. بنشكرك يا محمود على اكيد انك قلت لنا كل حاجه هتحصل وبتحصل في المهرجان. خليني اقول بنشكرك يا محمود انه منذ انطلاق فعاليات الدوره الثانيه من مهرجان العالمين وسط اجواء احتفاليه مميزه، ده طبعا بمشاركه واسعه من مختلف قطاعات وزاره الثقافه، واحنا بنشوف عروض في الحقيقه مميزه جدا، عروض في الممشى السياحي، عروض في الشوارع، اجواء فعلا في الحقيقه مميزه. السيرك القومي كمان كان ليه مشاركه مختلفه في المهرجان. خلونا نشوف التقرير ده عن ابرز عروض السيرك القومي في المهرجان ونرجع نكمل كلامنا. حضراتكم لسه مكملين مع حضراتكم نقل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والنهاردة هتنطلق أولى فعاليات السيرك القومي هنا داخل المهرجان، ومعايا طبعا مدير برنامج السيرك القومي محمد أحمد علي. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا بيكي. أول مرة النهاردة في المهرجان؟ لا، جينا الأسبوع اللي فات والسنة اللي فاتت برضو كنا موجودين، السيرك كان موجود السنة اللي فاتت. إيه اللي اختلف في المهرجان عن السنة اللي فاتت؟ لا، هو المكان يعني اتظبط فيه حاجات كتير جدا، يعني السنة اللي فاتت كنا في مكان مختلف عن المكان دوت. دلوقتي حاسس ان المكان بقى فيه فعاليات اكتر، يعني في استندات كتير موجودة، في كافيتريات، في المكان بقى مجهز تماما ان يتعمل فيه فعاليات ويستقبل ناس اكتر. ده بالنسبة لشغلكم، بتلاقي اقبال جمهوري اكتر وبيبقى ليه اقبال ايجابي عندكم؟ طبعا اكيد، يعني احنا شغلنا كله شاغل بيبقى على الجمهور، والسنه دي الاقبال الجماهيري على السيرك والفعاليات اكتر بكتير عن السنه اللي فاتت. فرقه اسيوط للفنون الشعبيه اول مره هنا في مهرجان العالمين ولا اشتركتوا معاهم قبل كده السنه اللي فاتت؟ لا يا فندم، اول مره نكون السنه دي موجودين، واحنا سعداء جدا ان احنا بنشارك في مهرجان وفي حدث جميل زي ده. لما بتشاركوا في مهرجان كبير زي مهرجان العالمين بفعالياته الكتيره والمختلفه والمتنوعه وعدد زواره الكتير طبعا من كل الجنسيات العربيه والاجنبيه ايضا، بيبقى استعداداته اكيد مختلفه، ايه الاستعدادات دي؟ اكيد احنا طبعا عملنا رقصات جديده ما اتشافتش قبل كده عشان كمان تناسب المكان وتناسب الاحتفالية وتبقى حاجة جديدة زي ما احنا بنشارك لأول مرة. هنعمل رقصات جديدة ما اتشافتش قبل كده، هتبقى المرة دي أول مرة تتعرض في مهرجان العالمي. أهم هذه العروض العصاية، لأن الصعيد كله العصاية بتبقى له حاجة أساسية في التراث الشعبي والفلكلور الشعبي للصعيد، الحاجة أساسية في العروض بتاعتنا دايما هي العصاية. أول مرة زوروا مهرجان؟ صراحة دي أول مرة نيجي فيها الممشى السياحي في منطقة العالمين. الحقيقة يعني حاجة جميلة جدا، شفنا مكان أكثر من رائع، المكان كله خدماته، أنا شايف أن كل الخدمات اللي بيقدمها فور فري. يعني أنا بدعو كل الأسر المصرية أن هي تيجي هنا المكان، قد إيه هينبسطوا، قد إيه الأولاد هتنبسط. يعني المكان يعني الأسعار فيه مش عالية، الأماكن فيه جميلة، هيقدر يغير جو ويخرج من بره مود العمل،
يقدر يقضي ويك اند كويس ان شاء الله. والله انا احب كل المهرجان كله، لان انا السنه اللي فاتت جيت هنا وعجبني اول موسم العالم عالمين. السنه دي في حاجات كتيره زايده عن السنه اللي فاتت. الحقيقة مهرجان العالمين لسه مستمر بفعالياته المختلفة، ومن ضمن الفعاليات دي هي الحفلات لنجوم كبار جدا جدا احنا كلنا بنحبهم وليهم جمهور في مش بس في مصر، لا في الوطن العربي ويمكن كمان في العالم. خليني اقول ان الفنانين مهتمين جدا بالترويج لحفلاتهم في مهرجان العالمين، وخلينا نقول ان الهضبة نشر على صفحته الخاصة بفيسبوك بوست خاص بحفلته في مهرجان العالمين والمقرر اقامتها يوم 9 اغسطس اللي جاي، وكتب عمرو دياب على البوست كلمة واحدة بس وهي جاهزين. وحقق البوست في الحقيقة تفاعل كبير جدا ما بين محبي الهضبة، واللي كتبوا له تعليقات كتيرة جدا جدا بأن هم أكيد هيحضروا الحفلة. خليني أقول أن يمكن عمرو دياب مش بس الوحيد اللي كان بيروج لحفلته، كمان من ضمن الفعاليات هي مسرحيات مختلفة، واللي فيه بطولة طبعا أو السندباد اللي بطولتها الفنانة نيلي كريم، واللي نشرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أكتر من بوست عن المسرحية، والمقرر عرضها ضمن فعاليات مهرجان العالمين في الفترة ما بين 8 ل 10 أغسطس. أول بوست نشرته نيلي عبارة عن صورة ليها من المسرحية، أما البوست الثاني فكان البوستر الدعائي الخاص بالمسرحية وبعض طبعا التفاصيل عنها. خلونا نرجع مرة تانية لزميلتنا فاطمة خليل ونعرف منها كده أبرز التحضيرات لفعاليات الجاية في المهرجان هتكون عاملة ازاي من مهرجان العالمين. مساء الخير عليكي مرة تانية يا فاطمة. مساء الخير يا بسنت، ومساء الخير مرة تانية على كل متابعي ومشاهدي برنامج العالمين والقناة الأولى. بالطبع كنت لسه بتتكلمي على حفلات، وإحنا أيام قليلة جدا وبنستنى طبعا الفنان الكبير وحفله
تامر حسني على مسرح اليو أرينا، ومسرح اليو أرينا طبعا بيستعد لاستقبال الجمهور العريض اللي عايز يجي يشوف فن جميل وراقي للفنان تامر حسني. وعايز اقول لك ان هي بتبقى دايما حفله مميزه، بيبقى فيها تفاعل كبير جدا من الجمهور، فاكيد هتبقى حفله جميله ومستمتعين جدا بكل اللي هيقدمه تامر حسني في الايام اللي جايه. طبعا في الحفله اللي هتكون يوم 26 يوليو القادم، يعني يوم الخميس اللي جاي، فاحنا عايزين نستعد من دلوقتي. ومن خلال متابعتي وحضوري الدائم لحفلات تامر حسني، فطبعا بتبقى حفله مختلفه، حفله فيها استمتاع، حفله فيها ردود فعل من جمهور كبير جدا، حفله بيكون فيها غنى، اغاني حلوه، تفاعل من الجمهور، كمان فاير ووركس من احمد عصام المتالق دايما في كل حفلات تامر حسني. فاحنا مستنيين حفله متميزه. بالنسبه للعروض اللي مستمره معانا في فعاليات مهرجان العالمين في الموسم الثاني، عروض طبعا السيرك اللي احنا كنا لسه شايفينها من شويه، عروض مميزه جدا وكان فيها تفاعل كبير جدا من الجمهور، فهي مستمره معانا من اول المهرجان لحد اخر مهرجان. طبعا الفعاليات الرياضيه مستمره اكيد كمان معانا من اول مهرجان لاخر مهرجان. امبارح كان انطلاق مبادرة شارع الخدمات الصحية بوجود أستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبحضور دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة. المبادرة طبعا هدفها راقي جدا، هدفها هو توعية وتقديم الوعي الصحي وتقديم الخدمة الصحية لكل زوار مدينة العالمين ومهرجان العالمين. مش بس كده، هي كمان هيوفروا كل الدعم اللازم من دواء، من خدمات صحية، من كشف مجاني. كل طبعا الخدمة دي مقدمة بالمجان لكل زوار العالمين ومهرجان العالمين وغيرهم من المناطق المحيطة بالعالمين، وأيضا كل زوار الساحل الشمالي. كمان الحالات الحرجة هتنعم بإسعافات أولية، ولو لازم الأمر كمان هيودوهم مستشفيات قريبة علشان يكملوا فيها علاجهم بالمجان، كل ده بالمجان. كمان كان في مشاركة مهمة جدا لطلاب الجامعيين، واحنا لسه كنا على الهوا معاكم، مشاركة كانت من كل طلاب في الجامعات المختلفة ومن المحافظات المختلفة في بالفعل يا فاطمة، يعني مشاركة مختلفة العالمين من جميع أقطاب المجتمع، خليني أقول أكيد. ويعني بنشكرك يا فاطمة أكيد، وإن شاء الله متابعين معاكي في الأيام اللي جاية، بنشكرك. يعني مهرجان العالمين في الحقيقة هو مهرجان على مستوى عالمي، كل يوم بيبهرنا بحاجة جديدة، أدق التفاصيل متاخدة في الاعتبار، مش بس الاهتمام بالفعاليات الترفيهية، لا كمان بكل ما يمس المرتاد للمهرجان متاخد في الاعتبار، من الخدمة الصحية، من وزارة التعليم كان ليها دور النهاردة وغيره وغيره. كل يوم بنشوف حاجة جديدة من مهرجان العالمين. الأيام الجاية مخبيه لنا ايه؟ المفاجآت اللي هتحصل، الحفلات هتبقى عاملة ازاي، التجهيزات ليها، السياحة يمكن كمان في مهرجان العالمين، كل ده احنا وأدق التفاصيل وأكتر كمان هنتابعه في البرنامج. فخليكم متابعينا يوم بعد يوم مشاهدينا. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد، استنونا.